أول متغير هو الأكسلريتنج فولتج أو الجهد المعجل الموضوع الحزمة الإلكترونية. الجهد المعجل تعرفون أنتم الحزمة الإلكترونية راح تعطى جهد معجل، هذا الجهد راح يتحكم لنا بالتردد. كل ما زاد الجهد كل ما زاد التردد وقل الطول الموجي للحزمة الإلكترونية، وإذا قلت الطول الموجي صار عندنا قدرة تحليل أعلى للمجهر الإلكتروني. طبعا ابتداء وهذا ايضا معاد طريقه تفاعل الحزمه الالكترونيه مع الماده تولد لنا شكل، اذا كان لو اتوميك نمبر تكون منطقه التفاعل على شكل خلينا نقول كم 3، واذا كان هاي اتوميك نمبر نصف كره. طبعا كل ما كان الجهد او الاكسلريتنج فولتج عالي كل ما كان الحجم التفاعل اكبر. لاحظوا زيادة الاكسلريتنج فولتج تعطينا ريزوليوشن عالي بسبب اللي ذكرناه، لانه نحن راح نحصل على طول موجي اقصر. بس هذا راح يرافقه بعض السلبيات. انا كلير سيرفيس ستراكشر وايضا مور ايج افكت. ايج افكت ايش نقصد بيها؟ الحافات تكون مضيئه اكثر من اللازم ومناطق مظلمه اكثر من اللازم، هذا هي الايج افكت. مور تشارج اب ترتفع عندنا شحنة العينة، من ترتفع شحنة العينة تبدو مظلمة، لأن الشحنة هي شحنة الإلكترونات، بالتالي بالتفاعل كولومي الإلكترونات الموجودة على العينة راح تنفر الإلكترونات الساقطة. تقليل الأكسلريتنج فولتج معناها لو ريزوليوشن، بس معناها كلير سيرفيس ستراكشر، ومعناها ليس دامج للعينة، ومعناها ليس تشارج أب، تجمع الشحنة يقل. تجمع الشحنة أيضا بإمكاننا نعالجه، هسه راح نجي لهذه. إذا خلينا العينة موصلة أكثر، يعني عندنا شحنة نازلة لازم شحنة تتفرغ، فبالتالي كل ما كان عندنا الإيرثينج مضبوط كل ما كانت نخلص من هذا الإشكال. ليس إج إفكت، لاحظوا أسفل صورتين نفس الصورة اللي هو التونر الحبر مال طابعة الليزرية، نفس الصورة هذا نفس التكبير 30 كي في و5 كي في، بال 30 كي في معالم باعت، هذا كله بسبب التشارج. بالحافات تلاحظون اكو منطقه مضيئه، هي هذا هو الاج افكت. لاحظوا اقل جهد 5 كيلو فولت نلاحظوا الصوره اكثر وضوحا. وهسه راح نعرف اختيار الاكسلريتنج فولتج يعتمد على نوع العين، هسه راح ناخذ اكثر من مثال. اختيار الاكسلريتنج فولتج او فولتيه التعجيل للحزمه الالكترونيه يعتمد على نوع العينه بالتحديد. لاحظوا هذه صوره جزيئات الذهب على يمين الشاشه. لاحظوا عندنا اختيار ال 25 كيلو فولت يعطينا صوره ذات ريزوليوشن اعلى. لاحظوا الحافات واضحه والنهايات دقيقه، في حين ريزوليوشن اقل الصوره مثل متداخله. تكلمتكم بالموبايلات نفس الفكره، صوره ريزوليوشن عالي صوره ريزوليوشن قليله، وايضا ما عندنا الايج افكت ولا عندنا تشارج اب. ليش؟ لان الذهب موصل جيد للتيار الكهربائي. لاحظوا بالعكس هنا الفلتر بيبر ال 25 كيلو فولت ضيعت لنا معالم الصوره، في حين ال 5 كيلو فولت كلش اعطتنا صوره واضحه ومعالمها متكامله بكل الاجزاء. نجي على متغير اخر اللي هو البروب كارنت. ايش نقصد بالبروب كارنت؟ تيار الحزمه الالكترونيه البروب دايمتر قطر الحزمه الالكترونيه نسميها بروب، لان هي بالتالي القطر اللي راح ينزل او يلتقي مع العينه نسمينه نهاية الحزمة الإلكترونية نسميها بروب دايميتر. قطر هذه الحزمة عند الالتقاء مع العينة هي البروب دايميتر، والبروب كارنت هو الكارنت ذلك القطر. طبعا هذول معلمين بيناتهم علاقة طردية، زيادة البروب كارنت معناها زيادة البروب دايميتر. هسه إذا نجي على البروب كارنت، بزيادة البروب كارنت اتهمنا انه معناها راح يزيد القطر، معناها نحصل على سموث ايمج ولكن ريزوليوشن اقل،
يعني كل ما زاد القطر معناها زاد قطر المجلس وبالتالي قدرة التحليل قليلة. مور دامج من التيار العالي معناها دامج أكثر للعينة. تقليل البروب كورنت معناها هاي ريزولوشن ليس دامج ولكن جريني ايمج، يعني الصورة مثل بيها حبيبات مثل ما تاخذ صورة بالظلام ضوء ضعيف. لاحظوا هذه الجرين أسفل الصورة لاحظوا بها مثل النقاط كأنما أخذ صورة موبايل بإضاءة ضعيفة. لاحظوا هاي مقارنة 10 كيلو فولت لجميع الصور وتكبير واحد اللي هو 5400 والمادة هي السيراميك. لاحظ إذا أخذنا 1 نانو أمبير الصورة يعني تيار عالي أعلى شيء الصورة لاحظوا معناها قطر الحزمة أكبر الصورة ريزوليوشن قليل في حين إذا قللنا العفو قللنا الأمبيرية إذا زيدنا الأمبيرية قللنا معناها قطر حزمة إلكترونية أقل أو بروب دياميتر أقل لاحظوا الصورة صار بها نوع من الريزوليوشن أعلى والصورة الأسفل اللي هو 10 بيكو أمبير أقل تيار معناها عندنا ريزوليوشن أعلى ولكن هذه حالة الجريني إيميج. الإج إفكت ذكرنا ظاهرة الحافة تأثيرها على الإيمج كواليتي. لاحظوا الحافة شو بزيادة الأكسلريتنج فولتج لاحظ أكو إضاءة أكثر على حواف على الحواف بالعين. هذه العينة هي آي سي شيب قللنا الأكسلريتنج فولتج اختفت الظاهرة اختفت هذه الظاهرة ومع يعني مع وجود هذه الحافة يصير عندنا عتمة في مكانات أخرى. ليش؟ هي أساسا ناتجة من تجمع الشحنات على العينة. مثل ما ذكرنا تجمع الشحنات على العينة معناها هو التنافس الكرومي بين الإلكترونات الموجودة بالعينة وبين الإلكترونات الساقطة عليها. أكو طريقة للتعامل مع هذه الإج إفكت اللي هي ميلان العينة. قلنا نحن بإمكاننا القبص حامل العينة نميله بزاوية فهذا الميلان هذا الميلان راح يغير لنا اليرض للسكندري الكترون وبالتالي تتحسن الصورة. فإذا عندنا أوبشن معين إذا احتجنا ريزوليوشن عالي أنه نغير ميلان العينة نحصل على صورة أوضح كاملة المعالج. الستيريو مايكروغراف هذا تقنية معينة هي تقوم بتصوير العينة بزاوية ما وعند نفس المعلومات بزاوية من 5 إلى 15 حسب العمق مال الستيريو الستيريو أقصد مجسم حسب العمق مال التجسيم. بعدها تخلي الصورتين متجانبتين بيناتهم مسافة تقريبا 1 سنتيمتر وباستخدام عدسات أو نظارات ناصرة النظارات اللي تستخدم بالتلفزيونات 3D هذه تدمج الصورتين. وطبعا العين المدربة يمكن الإنسان يدرب عينه النظر 3D بس التركيز ما الطريقة ما موجودة شرح حتى باليوتيوب يمكنك بدون نظارات تشوف هذه الصورة هسه حاليا 3D. صور 3D إذا كان هاي مثلاً كيف أنظر لها الشكل أشوف أشوف معلومات بالزاوية أشوف معلومات جانبية بالزاوية الأخرى أشوف معلومات أخرى لأن يعني عملية التصوير بزاويتين مختلفتين هو يعطيني تقنية الستيريو إيمج. موقع العينة بالنسبة للدتكتر أو الكاشف طبعاً إحنا الكاشف ما نقدر نغيره الكاشف موقعه ثابت بس حامل العينة بإمكاننا نغيره بثلاث مواقع. فإذا أخذنا مثلاً ثلاث مواقع موقع واحد وموقع اثنين وموقع ثلاثة راح نلاحظ ثلاث صور مختلفة كل واحدة بدقة ما فأنا مثلاً ما ظهرت عندي الصورة باتجاه معين أحرك القبص طبعاً كل هذه يعني عن بعد ريموت كنترول يعني ما تدخل إذا كنت حرك القبص لا إنما هو داخل الحجرة والحجرة مفرغة. فلاحظ عندنا ثلاث حالات ثلاث مواقع أسفل الصور يعني اللي تحت الثالثة at 3 position 3 لاحظون تعطينا تفاصيل ما موجودة بقية الصور مع العلم نفس المعلومات من الأكسلريتور فولتج من التكبير نفس المعلومات فصورة أفضل. لاحظوا هذه الصور
لنفس الجسم بس باختلاف باستخدام طواشف مختلفه، الاكس راي والباكسكاتنج والسكندري الكترونز، وايضا بعض المجاهر المتطوره تعطيك صوره مركبه. لاحظوا الصوره المركبه، يعني اذا انت مثلا عندك مشغل او تستخدم مجهر يشتغل عليه مشغل، بامكانك تطلب مثلا صوره مركبه للعينة مالك إذا ما شفتها واضحة باستخدام الباكس كتر أو باستخدام الإكس راي أو السكندري إلكترون. تأثير التشارج أب أو تكون الشحنة على أطراف العينة واضحة بهذه الصورة. عملية تقليل هذه الحالة، أولا reduce the pro current، تقليل تيار المجس الالكتروني، تقليل الاكسلريتنج فولتج، وايضا تميل العينه بطريقه ما موازنه بحيث نشوف الصوره افضل ما يكون. لاحظوا هذه الصورتين 1 كيلو فولت 1.3 كيلو فولت. لاحظوا هذه رغم انه انت تشوفها اوضح بس هي فاقده المعالم. لاحظوا هون بهذه الصوره الاعلى المعالم اكثر تبين من الصوره اللي في حاله وجود تشارج اب. نفس الشيء بالنسبة لذبابة الخلي، لاحظوا توجد معالم مختفية ضمن الصورة في حين مناطق أخرى فيها توهج أكثر من اللازم. هذه الحالة من تصير عندنا معناها عندنا زيادة بالشحنة، وهذه الزيادة بالشحنة تعالج مثل ما قلنا بثلاث أمور، يا إما نقلل التيار الحزمة أو الأكسلريت والفولتج أو نغير ميلان حامل العينة. إذا ما أريد نقلل الأكسلريتنج فولتج وما أريد أيضا نقلل البروك كارنت، أقعدنا بس مجرد ما نزيد من تأريض العينة، يعني العينة تكون مغروسة بشكل جيد بمادة موصلة منتظمة، فنحن نزيد عملية ترشيح الشحنة اللي راح تتجمع على العينة. هذا الترشيح للشحنة يعطينا إمكانية أن نسلط أكسلريتنج فولتج أعلى. لاحظوا الصورة أسفل تبين عينة وتبين المادة اللي هي موصلة مادة موصلة ومغروسة فيها العينة. يحدث عندنا سبيسمين دامج، العينة أثناء التصوير تتلف. حتى نتجنب التلف، اولا يوز لو اكسلريتنج فولتج، ثانيا ديكريز الكترون بيم انتنسيتي، شده التيار، يعني التيار على وحده المساحه لازم يكون اقل ما يمكن. ثالثا الاكسبوجر تايم، يعني وقت التصوير لازم يكون اقل ما يمكن، يعني ما اشغل المجهر على العينه وانتظر، لا، لازم اسرع ما يكون اخذ الصوره واوقف الاكسلريتنج فولتج. ايضا فوتوغراف لارج سكانينج اريا وذ لو ماجنيفيكيشن، قلل الماجنيفيكيشن، واهم شيء بالنسبه لي الثيكنس اوف كوتينج لازم يكون مدروس. زياده الثيكنس بالكوتينج بالسبتري لازم يكون مدروس، كل ما قللت الثيكنس معناها احتمال اكبر للدامج خصوصا بعض انواع العينات الحيويه. زدت الثيكنس المعالم او الريزوليوشن راح يقل اساسا من العينه، لأن يعني إذا عندك مكان تطلي أكثر من طبقة راح أشوف المعالم مثل الضيق. الديبش أوف فيلد، جماعة اللي يشتغلون بالمجهر الضوئي يعرفون أشو الديبش أوف فيلد، عمق المجال. المجهر الإلكتروني الديبش أوف فيلد أضعاف ما موجود بالمجهر الضوئي. هاي صورتين مقارنتين عند تكبير قليل. لاحظوا كل العمق واضح أون فوكس، كل العمق أون فوكس، في حين بالمجهر العادي فقط نهاية المسمم. نفس الشيء الصورة، صورة مقارنة أسفل أوبتيكال مايكروسكوب. لاحظوا بس أعلى العينة واضح، في حين بالمجهر الإلكتروني تقريبا كل العينة وقاعدة العينة أيضا واضحة. في عوامل تأثر على الديب أوف فيلد، طبعا هو شيء جيد أنه تشوف صورة شاملة للعينة ومحيطها. عندنا الوركينج ديستانس، الوركينج ديستانس هي المسافة بين نهاية العدسة الخلفية،
أي مخرج الحزمة الإلكترونية والعينة، يعني مسافة من العدسة الشهية آخر عدسة إلى العينة هي الوك ديستانس. زيادة الوك ديستانس معناها small depth of field، لأن راح تقل الزاوية، ومعناها high resolution. فكل ما أزيد المسافة، كل ما أقلل المسافة أحصل resolution أعلى، ولكن depth of field أقل. صورة محصورة ضمن طبقة ما من الفوكس، في حين تقليل العفو تكبير هذه المسافة معناها صورة أوسع ولكن resolution أقل. لاحظوا هذه الصورة، لاحظوا هذا depth of field مبين أعلى، في حين هذا depth of field أقل ولكن resolution أدق. الفتحة الشيئية، أعلى العدسة الشيئية موجود فتحة أكو سلت بفتحات متعددة. السنتر لهذا السلت مهم، Objective Aperture مكتوب علينا. هذا يتحكم لي بالتيار وبعرض الحزمة الإلكترونية. زيادة الأبيرتشر زايد سايز فتحة، لاحظوا فتحة متعددة معناها لارج كارنت، فتحة معناها لارج كارنت واضحة، ومعناها لو ريزولوشن. مثل ما زاد قطر الحزمة الإلكترونية مثل ما ذكرنا قل ريزولوشن، ولكن سمولر ديبث أوف فيلد. تقليل هذه الفتحة معناها جريني إيمج ومعناها هاي ريزولوشن ومعناها ديبث أوف فيلد عالي. استجماتزم أي جهاز بصري حتى العين تعاني من هذه المشكلة. إذا التقت الأشعة العمودية في نقطة أبعد أو أقرب من الأشعة الأفقية راح نحصل على الاستجماتزم. الاستجماتزم إذا كانت الصورة نقطة تصير لنا تقريبا بشكل بيضاوي. فالتخلص من هذه المشكلة عندنا جهاز اسمه استجماتور. استجماتور عبارة عن إزواج من الملفات بالاتجاه الافقي او العمودي او 8 او 16 حسب دقه الفاين تيون اللي نحتاجه. تغيير المجال المغناطيسي راح يولد هذا الاستجماتور. الريشيو ماله النسبه طول مع العرض راح نحصل على مره اخرى الى الصوره الدائريه. حتى لو كانت الصوره عندنا بها استقاله نرجع الصوره النقطيه. كيف نشتغل هذه، كيف نتاكد ان الصوره مالنا خاليه من الاستجماتيزم؟ نغير بالفوكس، اوفر فوكس واندر فوكس. اذا تغيرت عدة الابعاد معناها الصوره بها استجماتيزم. يعني هذه الصوره اللي على يمين الشاشه هذه بها استجماتيزم. زياده الفوكس نلاحظ الصوره تختلف حجمها عن الصورة الانفوكس، في حين ايضا الاندر فوكس يختلف. في حين الصورة اللي هي استجماتيزم 3 زيادة الفوكس ونقصان الفوكس لا يؤثر على ابعاد الصورة، لا يؤثر على ابعاد الصورة. وايضا هذا التحكم بالبرايتنس والكونتراست التباين والسطوع واضح، يعني هذا مثل أشبه ما يكون التلفزيون، زيادة الكونتراست أو نقصان الكونتراست، زيادة أو نقصان البرايتنس، وهذه الصورة المثلى للنص. مرات تكون الصورة بهذا الشكل، شيء غريب ما واضح. هذا معناها وجود مجال مغناطيسي خارجي متسرب قريب من الاسترون، قريب من الاسترون. في حالات ما نشوف هذه الخطوط اللي تكون مع الصورة، هاي معناها اكو ميكانيكا فايبريشن. الاكسترنال ماجنتيك فيلد مرات الكيبل اللي يغذي القالب الالكتروني يكون تنصيب الجهاز ما دقيق بحيث يكون قريب من العمود البصري فيعطينا هذا المشكله، او وجود اي مغناطيس خارجي. المهم عمليه تنصيب الميكانيكال لازم تكون دقيقه. الميكانيكال فايبريشن عاده يوصل ان الميكانيكال الالكتروني ما يوضع الطوابق عليه، لازم طابق ارضي او بيسمنت بعد افضل. البيسمنت يوفر غير امر اللي هو استقراريه اكثر بالقوه الكهربائيه.
رغم انه طابق البنايه كلها طوابق متعدده نفس المصدر، نلاحظ الاستقراريه بالبيسمنت غير الاستقراريه بالطوابق العليا للجهد الكهربائي. فعمليه تنصيب المجهر الالكتروني اساسيه بنجاح الصور. هاي مشاكل بعض الصور تشوفها دائما، يعني تعرف انه هذا ما مصب مضبوط المجهر الالكتروني. ايضا يصير عندنا تلف بالعينه اثناء التحضير. لاحظوا هذه الصوره اللي هي على يمين الشاشه، هذه صورتها انت طلعت هالشكل، تعرف انه انت اثناء التحضير خربت العينه فلازم ترجع تحضر مره اخرى. في حين نفس الصوره كامله كامله المعالم